وهذا واضح. والحاله الثانيه هو ان يصير شفت بالمنحني هذا وين، نحو الليفت، وراح نعرف اذا صار نحو الليفت شنو معناته، شنو يقصد بهذا الكلام. ركزوا على هذا المخطط قبل ان نقرا السلايد. واضح هذا المخطط؟ واضح واضح. التسجيل يرجع له بعده. ايه هسه اوكي. يلا هسه قلنا عندي حالتين كلينيكاليات اللي هي شيفت تو ذا رايت وشيفت تو ذا ليفت. ركزوا بهذا المخطط وشوف اللي يعني شنو المكتوب به. هذا الخط اللي هو اللي بالنص هذا اللي بالنص، اللي بالنص شو يمثل؟ اللي بالنص هذا يمثل نورمال، الحاله النورمالي يمثل الكيرف مالتنا اللي سولفنا عليه من ساعه في حاله النورمال ما عنده مشكله. زين خلينا نجي اولا الى شيفت تو ذا رايت بس نسوي الفكره مالتها سريعه. شيفت تو ذا رايت هذا المخطط الثاني هذا. واضح؟ هذا هو شيفت تو ذا رايت. يعني المخطط شويه يصير به ازاحه يتحرك نحو الرايت. شنو معناته؟ يقول المخطط من يتحرك نحو الرايت هذا الشيء يعني ان الافينيتي واضح؟ ايش راح يعني؟ يقول اذا تحرك المخطط نحو الرايت الافينيتي مالت الاكسجين للهيموجلوبين راح تتغير. شو يصير بها؟ من يصير شيفت تو ذا رايت الافينيتي مالت الاكسجين للهيموجلوبين تقل. من يصير شيفت تو ذا رايت شوف اكو عندي حالات ديزيز معينه تصير يعني بالجسم تؤدي الى ان شنو؟ ان تكون الافينيتي مال الهيموجلوبين للاكسجين شو يصير بها؟ تقل. من تقل الافينيتي المخطط الرسم مالته راح يصير بهذا الشكل، هذا الثاني بهذا الشكل. واضح؟ شنو معناته الافينيتي قلت؟ شنو معناته الافينيتي قلت؟ تو ذكرناها، من تقل الافينيتي تكون او تصير سهوله بفقدان الاكسجين. من تقل الافينيتي تكون اكو سهوله اكثر بفقدان الاكسجين. وبالتالي مثلا اذا تغير عندي البارشل بريشر مثلا من ال 100 الى ال 80 ايش راح يكون التغيير بال ساتوريشن مالت الهيموجلوبين؟ راح يكون كبير شوي، ازداد التغير. ليش؟ يعني شنو معناته؟ معناته الاكسجين بسرعه ينفقد. معناته شنو؟ معناته الافينيتي قليله بين مو نفس الحاله السابقه، قليله بين الاكسجين وبين الهيموجلوبين. هذا اول شيء واضح. وكذلك من تقل الافينيتي راح نجي نلقى قيمه البي 50. شنو قيمه البي 50؟ ذكرناها. البي 50 هو البارشل بريشر مالت الاكسجين اللي عنده يكون الهيموجلوبين ساتوريتد 50%. شو راح نلقى؟ راح نلقى البي 50 زايده. يعني شنو معناته؟ يعني مثلا سابقا نورمالي مثلا شنو يعني احتاج مثلا هلقة كميه من الاكسجين مثلا 20 مثلا، اذا كان البارشل بريشر 20 شو يصير عندي مثلا؟ يصير 50% ساتوريتد بالهيموجلوبين، هاي سابقا نورمال مثلا. هسه لا، اريد اكسجين اكثر على مود يصير ساتوريتد 50%. يعني شنو يعني الافينيتي قلت؟ يعني الافينيتي قليله، هذه الفكره، يعني الافينيتي قلت. فاذا في حاله ان صار عندي ديزيز وسوالي شيفت تو ذا رايت راح تصير عندي شنو؟ ان الافينيتي تكون قليله معناتها و فقدان الاكسجين يكون بسهوله اكثر. شوف يكون بسهوله اكثر، والبي 50 قيمه البي 50 تكون اكثر، قيمه البي 50 تكون كبيره في حاله الشيفت تو ذا رايت. زين هذا في حاله الشيفت تو ذا رايت واضح. زين في حاله هسه نجي الشيفت تو ذا ليفت، اكو عندي ديزيز تسوي بالمنحني شيفت تو ذا ليفت واضح. من يصير شيفت تو ذا ليفت شنو معناته؟ معناته الافينتي زادت، اكو ديزيز عندي تخلي الافينيتي بين الاكسجين والهيموجلوبين كلش قويه. واضح؟ ديزيز معينه. من يصير الافينيتي كلش قويه المنحني او ايش يكون الرسم مالته شلون؟ هذا الرسم الثاني هذا. واضح؟ يكون بهذا الشكل. شنو معناته الافينيتي صارت قويه؟ شنو تتوقع؟ من تكون الافينيتي كلش قويه تكون صعوبه بفقدان شنو؟ بفقدان الاكسجين من الهيموجلوبين، كلش صعب اصلا.
واضح كل الصعب. يعني مثلا اذا تغير الفرشه بشره من 100 الى 80 يعني واضح من يتغير راح كميه جدا قليله تنفصل من الهيموغلوبين. ليش؟ لان الافينيتي كلش عالي بيناتهم، الارتباط قوي بيناتهم. واضح؟ فش تستنتج؟ زين قيمه البي 50 عندما تكون الافينيتي قويه البي 50 ايش قد راح تصير؟ ايش تصير اكبر ولا اصغر؟ راح تصير قليله. من تزداد الافينيتي تكون قليله، بس ركز بالمخطط، تكون قليله. شنو معناته البي 50 قليله؟ معناته احتاج كميه قليله من الاكسجين، من البارشل اوكسجين حتى اوصل حد الساتوريشن 50%. مو احتاج كميه قليله جدا، يعني كميه قليله من الاكسجين توصلني حد الساتوريشن 50%. ليش؟ لان الافينيتي كلش قويه، يعني حتى اذا كان الاكسجين قليل يصير ارتباط، لان الافينيتي قويه جدا، فكميه قليله من الاكسجين تكفي ان نصل الى 50% ساتوريشن. فلذلك قيمه البي 50 تكون قليله. اذا في حاله الشيفت تو ذا ليفت الافينيتي تكون جدا عاليه، ومن تكون الافينيتي جدا عاليه راح تكون اكو صعوبه بفقدان الاكسجين من الهيموغلوبين، وقيمه البي 50 تكون شبيه اقل. يعني بالضبط عكس الشيفت تو ذا رايت. هذه الفكره مالت الموضوع كله. هسه نرجع للسلايد. واضح؟ واضح لحد الان؟ واضح. واضح الحمد لله. هسه خلينا نشوف الستايل ايش كاتب بيه. خلينا نشوف. left shift will increase oxygen's affinity for hemoglobin. اول شيء راح يسولف عن left shift، يعني shift to the left. هذا واضح؟ shift to the left. shift to the left يقول من يصير shift to the left الافينيتي مالت الاكسجين للهيموجلوبين راح يصير بها تزداد. In a left shift condition مثال عليها في حاله الالكلوسيس والهايبوثيرميا الى اخره. شوف عوف لي هسه الامثله هسه راح اذكرها. خلينا نشوف بالليفت شيفت شو يصير. عوف الامثله هسه اذكر لك اياها. يعني. بالليفت شيفت شو يصير؟ واضح؟ يقول اوكسجين ويل هاف ا هاير افينيتي فور هيموجلوبين. تكون الافينيتي جدا عاليه للهيموجلوبين. It won't leave، يعني ما راح يغادر، بمعنى يعني راح يعني ما يقدر ينفصل عن الهيموجلوبين، جدا قليل الانفصال، صعب. زين this can result in tissue hypoxia even when there is sufficient oxygen in blood. واضح؟ هاي الحاله ايش راح يؤدي؟ جاي نقول لك ان الهيموجلوبين يوصل للتشو شو يصير فيه؟ فقدان الاكسجين اصلا صعب جدا. يعني مثلا سابقا نورمالي من يوصل الهيموجلوبين، واضح؟ هيموجلوبين من يكون 100% ساتوريتد، من يوصل للتشو واضح ينطيه اكسجين، ايش قد تصير نسبه الساتوريشن مالته؟ 75%. صح لو وصل 75%. هسه في حاله هذا شفت ذا ليفت، يعني الافينيتي جدا قويه، الهيموجلوبين من يوصل للتشو يعطيه اكسجين قليل جدا، ما ينفصل الاكسجين، فتبقى نسبه الساتوريشن كبيره، يعني اكبر 75. هذا يقصد به انه صعوبه جدا في فقدان الاكسجين من الهيموجلوبين، ولذلك راح يصير تشو هايبوكسيا، التشو اللي يوصل اللي يروح للانسجه قليل. واضح؟ رغم انه الاكسجين موجود بالدم بس ما جاي ينفصل من الهيموجلوبين. الاكسجين موجود بس ما جاي ينفصل عن الهيموجلوبين ويروح للتشو. زين هسه عرفنا ايش يصير بالليفت شيفت تو ذا ليفت. خلينا نذكر الامثله. يعني شنو الحالات التي تؤدي الى اللفت شيفت؟ شو الحالات؟ يقول حالة الالكلوسيس والهايبوثيرمي. أنا عندي واضح الصوت عبد الرضا؟ إي واضح واضح. واضح، خلينا نشوف الحالات بس أنت وياي. أنا عندي الهيموجلوبين. جزيئة الهيموجلوبين. هذه جزيئة الهيموجلوبين إيش بيها؟ هي نورمالي إيش بيها؟ مرتبط بها اتش أيون، بس لاحظوا وياي. مرتبط بها شنو؟ اتش أيون. يعني اللي هو البروتون اتش ايون. زين مرتبط بها اتش ايون. واضح؟ هذا الاتش ايون من تصير الكلوسيس، من تصير حاله الالكلوسيس، شنو معناتها حاله الالكلوسيس؟ حاله الالكلوسيس
شنو هي؟ نقصان بالH، نقصان بالH بالبلد. يصير نقصان بالH بالبلد، الH راح ينفصل من الهيموغلوبين صح؟ ينفصل هيدروجين عالي لا تبيض علينا. في حالة الالكلوسس ايش قلنا؟ الH يكون قليل بالدم صح؟ والبي اتش تكون عالية في حالة الالكلوسس. زين، من تكون تركيز الH قليل بالدم، بس ركزوا وياي، من يكون تركيز الH قليل بالدم، هذا الH المرتبط بالهيموغلوبين ايش بينفصل منه؟ لأن الهيموغلوبين هو واحد من البفرنج سيستم، يعني نذكر اي صحيح. فما يصير الكلوسس، الH ينفصل من الهيموغلوبين. شوف، يقول مجرد ان ينفصل الH من الهيموغلوبين شنو راح يصير؟ اللي راح يصير الافينيتي، شوف الافينيتي بين الاكسجين والهيموغلوبين تزداد. خلنا ارسم لك اياها حتى توضح. شوف خلنا اوضح لك اياها كالعاده. نرجع اللي هو لهذا الرسمه، هذا الهيموغلوبين موليكول مثلا. شوف انا ايش عندي هنا؟ اكسجين مثلا مرتبط، واكسجين مرتبط، وهنا اكسجين. زين، ونفرض مثلا هنا اكسجين. يقول من يصير حاله هذا عندي الاتش مثلا، من يصير حاله الالكلوسيس ينفصل الاتش يروح، شنو راح يصير؟ الافينيتي زاد. شلون؟ التركيبه مالت الهيموغلوبين تتغير، بحيث هذا يعني يبقى مشلب بالاكسجين اكثر، يعني حتى شبه لكم كانما هيك تنقفل على الاكسجين، كانما ينقفل. نفس الكومبتيشن يعني؟ كانه منافسه هيك؟ لا لا، شوف المنافسه، بنقول كلمه منافسه معناتها على نفس السايت، هو مو نفس السايت، ما راح يرتبط يعني هنا، يعني الاتش مو هنا موجود، لا الاتش بيرتبط بمكان ثاني. بس شنو الفكره؟ انه مجرد ان يجي الاتش ينفصل الاتش، مجرد ان ينفصل الاتش من الهيموغلوبين راح تزداد الرابطه بين الاكسجين وبين الهيموغلوبين، فالاكسجين مرتبط بالهيموغلوبين اوريدي ما راح يقدر ينفصل. هذه الفكره وضحت ان شاء الله؟ اوكي. اذا هسه عرفنا ليش في حاله الالكلوسيس شنو يصير عندي تزداد الافينيتي. هذا اول حاله. شوف طبعا بحاله الجزئيه الثانيه راح نعكسها هسه نشوف. زين، يقول ايضا في حاله ان صار عندي هايبر ثيرمي او هايبوثيرمي، العفو هايبوثيرمي تعني شنو؟ نقصان بحراره الجسم. هايبوثيرمي نقصان بدرجه حراره الجسم، هم نفس الحاله. يقول مجرد ان تنقص درجه الحراره مالت الجسم بعدها، يعني شغلات كيميائيه، مجرد ان تنقص درجه الحراره الرابطه بين الاكسجين وبين الهيموغلوبين تزداد، تصير جدا قويه، وتصير اكو صعوبه بفقدان الاكسجين من الهيموغلوبين، وبالتالي تزداد الافينيتي. وضحت؟ واضحه واضحه. هذه في حاله الهايبوثيرمية. خلينا نرجع للسلايد نشوف. هسه نرجع للامثله. قلنا ان لايف شيفت كونديشن مثل ايش؟ مثل في حاله الالكلوسيس ومثل في حاله الهايبوثيرمي. هسه نجي لحاله اللي هو شيفت تو ذا رايت. شنو معنى شيفت تو ذا رايت؟ معناته انه الافينيتي يصير بيها تكون جدا قليل، واضح؟ شيفت تو ذا رايت معناته الافينيتي تكون تقل. شوف decreases oxygen affinity for hemoglobin، تقل الافينيتي بين الاكسجين وبين الهيموغلوبين. ان رايت شيفت، واضح؟ عوف الامثله هسه ارجع لها. يقول اوكسجين هاز الفور افينيتي فور هيموغلوبين، يعني تكون الافينيتي بين الاكسجين والهيموغلوبين قليله جدا. ونستنتج شنو معناتها؟ معناتها انه بسهوله اصلا ينفقد الاكسجين من الهيموغلوبين، لان الارتباط بيناتهم ضعيف. شوف بلاد ويل ريليز اوكسجين مور ريدلي، يعني شنو؟ بسهوله يفقد الاكسجين، بسهوله، ركز عليها، بسهوله يفقد الاكسجين. زين، this means، انتبه بهاي الملاحظه، this means more oxygen will be released to the cells to the tissues. وياي مركزين ان شاء الله؟ يعني شو يقول؟ واضحه. يقول اها واضحه، يعني يقول انه سابقا الهيموغلوبين من يوصل للتشو الساتوريشن يصير 75، يعني يفقد 25% من الاكسجين مالته، بس هسه من يصير شيفت تو ذا رايت لا، راح يفقد كميه جدا عاليه من الاكسجين، فبالتالي من يوصل للتشو ممكن يصير شيء النسبه الساتوريشن مالته يجوز تقل 50% او اقل. ليش؟ يعني يفقد كمية جدا عالية من الأكسجين إلى التشو. شوف but لكن it also means less oxygen will be carried from the lungs. واضح؟ in the first place. شنو يقصد بهاي الملاحظة؟ هنعيدها. It also means
less oxygen will be carried from the lungs in the first place. شنو يقصد بيها؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا الافينيتي قلت، وقلنا شنو معنى الافينيتي قلت؟ معناتها بسرعه يفقد الاكسجين، وبعد شنو؟ وشنو؟ والارتباط ضعيف بينات. لا لا، الافينيتي قليله، الفقدان شنو يكون سهل؟ والارتباط ضعيف اصلا، يعني نحتاج تركيز كلش على الاكسجين اللي يرتبط الاكسجين مع الهيموجلوبين. مو افينيتي قليله، شنو معنى افينيتي قليله؟ يعني الارتباط بيناتهم يكون قليل. مو سولفناها، قلنا شنو معنى الافينيتي؟ بالضبط. من تكون اها شوف انتبه، الهيموغلوبين هذا ابو الافينيتي ما تقيل، من يروح الى اللانك، من يروح الى اللانك ايش تتوقع؟ يشيل اكسجين هواي لو قليل؟ قليل. ليش؟ لان ابو الافينيتي مالته قليله، واضح؟ والافينيتي مالته قليل يعني يحمل اكسجين قليل، فاذا هو يطتش اكسجين هواي ويشيل من اللانك اكسجين قليل. ليش الافينيتي قليله؟ شوف، what it also means less oxygen will be carried from the lungs in the first place. شنو الأمثلة اللي يصير بيها shift to the right؟ أولاً acidosis، يعني عكس الحالة الأولى. acidosis، ليش بحالة acidosis يصير عندي shift to the right؟ يعني تقل الأفينيتي. نقدر نستنتجها، شنو يصير؟ من تزداد الـ H ion، يعني بحالة acidosis الـ H ion يرتبط H بموقع أخرى يعني بالهيموغلوبين. أها، يجي الأش يرتبط، يرتبط بالهيموغلوبين. مو قلنا مدين هو بفر سيستم الهيموغلوبين أيضا. فمن يرتبط بالأسيدوسيس يكون الأش قوي، فالأش يرتبط بالهيموغلوبين. شو يسوي بالأفينيتي بالرابطة بيناتهم؟ يقللها. هنا الفرق عكس الحالة الأولى، يقللها. واضح؟ يقلل الرابطة بيناتهم، كأنما قفل وينفتح. تقل الرابطة بيناتهم، وبالتالي شنو؟ يكون اصلا شنو؟ بسهوله يفقد الاكسجين، يعني الافينيتي قليله. هاي اول حاله في حاله الاسيدوسس. الحاله الثانيه هي شنو؟ هم عكس الحاله الاولى، شنو؟ هايبر ثرمية. هايبر ثرمية في حاله ارتفاع درجه حراره الجسم، مثل ايش؟ مثل في حاله الفيفر. حاله الفيفر يصير بهايبر ثرمية، شو يصير؟ انت زاد درجه الحراره، يقول الرابطه بين الاكسجين بين الهيموغلوبين تصير ضعيفة جدا، ويصير بسهولة ممكن يفقد أو يفقد الأكسجين. بعد أكو عامل ثالث، شوف أكو عامل ثالث أيضا يسبب shift to the right، اللي هو شنو؟ الكربون دايوكسيد. ركزوا وياي، CO2. CO2 خاصة إذا زاد التراكيز، يعني في حالة مثلا كان عندي هايبر كابني، يعني زاد تراكيز CO2 بالبلد. CO2 وين يرتبط؟ يرتبط بالهيموغلوبين ولا ما يرتبط؟ اي نعم يرتبط. هنا يجي مكان ثاني يجي يرتبط. شوف يقول اذا كانت تركيز CO2 عاليه مثلا جدا، في حاله تكون عاليه CO2 وين يرتبط؟ يرتبط بالهيموغلوبين. ومن يرتبط بالهيموغلوبين، من يرتبط بالهيموغلوبين شو يسوي؟ ايضا يقلل الافينيتي مال الاكسجين لمن؟ للهيموغلوبين. يقلل الافينيتي مال الاكسجين للهيموغلوبين في حال ان عندي زياده بال CO2. هذا العامل الثالث، ترى بسيطة إن شاء الله. واضح. إذا هسه ذكرنا أول شيء left to the left و left shift to the right. The position of the curve can be defined by the partial pressure of oxygen at which 50% of hemoglobin is bound to the oxygen. يعني يقول نقدر نميز برسم هذا، يقدر نميز الشيفت، يعني الكيرف والشيفت مالته، واضح؟ وين للرايت وللليفت من قيمه البي 50 اللي عيتها يكون 50% هيموغلوبين ساتوريتد. وهذا جدا واضح الرسم. ات نورمال بدي ات نورمال، شوف ات نورمال بدي تمبرتشر، بدا يركز لي على درجه الحراره. وبدا يركز لي على البي اتش، ليش؟ يعني قلنا تاثر على الافينيتي، فبدا يركز عليهم. At normal body temperature, يعني 37 سيليسيوس, arterial blood with pH 7.4, pH 7.4, والpartial pressure of carbon dioxide, بدي أركز لي على ذا القيم، ايش قد؟ 40 مليمتر مركري، ال P50 ايش قد قيمتها؟ هاي normally بالnormal curve، ال P50 تكون قيمتها تقريبا 27 مليمتر مركري. إذا أجى سؤال مثلا what is meant by P50 تساوي 27 مليمتر مركري، شنو معناته؟
جزء يجي شورت اسي هذا السؤال مثلا معناته هو البارشل بريشر هذا قيمته تمثل البارشل بريشر اوف ذا اوكسجين ات ويتش ذا شنو ذا هيموغلوبين از ساتوريتد 50% يعني يكون مثلا مالت 50% وهذه النورمال فاليو مالت ذا هاير ذا بي 50 دور ذا افينيتي شوف يقول كل ما كانت قيمة الـ P50 عالية كل ما كانت قيمة الـ P50 عالية كل ما شنو معناته؟ معناته الـ affinity شبيهة تكون قليلة وذكرنا شنو نسوي هذا مخطط كل ما كانت الـ P50 عالية كل ما كانت الـ affinity قليلة of hemoglobin for oxygen when the affinity of hemoglobin for oxygen decrease the P50 شبيهة قلنا عندما تكون الافينيتي قليلة البي 50 تكون عالية لأن صار shift to the right the curve is shifted شوف the curve is shifted to the right يعني يصير shift مالته to the right and unloading of oxygen to the tissues ومن يصير shift to the right شنو معناته الافينيتي قليلة قلنا يصير شنو سهولة بـ unloading يعني سهولة بفقدان الأكسجين للتشو يزداد فقدان الأكسجين للتشو واضح لحد الآن واضح ان شاء الله واضح هذا الحكي تقريبا هم يعني معادفه راح اعيدها بسرعه ان شاء الله نفس الحكم اوكسي هيموغلوبين ديسوشيشن كيرف راح يعطيني في التعاريف اليه از جرافيك الستريشن اوف ذا برسنتج اوف اوكسي هيموغلوبين ساتوريشن ات ديفرنت فاليوز اوف بارشل بريشر شنو تعريف هذا الكير هو رسم بياني يوضح لنا شنو العلاقه بين بارشل بريشر وبين ساتوريشن The curve of the relationship between the blood partial pressure of oxygen and percent of HB saturated with oxygen. هذا إذن تعريف يقول هو يمثل علاقة بين partial pressure of oxygen مع saturation. It is an S-shaped. قلنا شكل تكون S. عرفنا ليش. With a steep slope between 10 and 60 millimeter mercury. يكون هنا قلنا بانحناء عالي. And the flat portion between 60 and 100 millimeter mercury. Loading and unloading of oxygen is influenced by the affinity of hemoglobin for oxygen. شوف يقول تغير الافينيتي مساء ناخذها بالديزيز من تتغير الافينيتي للاكسجين شو يصير؟ فقدان الاكسجين واكتساب الاكسجين ايش بي يتاثر مثل ما شفنا يتاثر الفقدان مال الاكسجين وايضا اللي هو اتحاد الاكسجين يتاثر في حاله ان صار تغير بالافينيتي. Affinity is decreased with pH. Is decreased. يعني يقول تقل الأفينيتي عندما pH فيها تقل. من تقل pH يعني شنو عندي acidosis. يعني في حالة الأسيدوسس الأفينيتي تقل. Increased temperature. Increased temperature. ذكرناه يعني hyperthermia. من تصير hyperthermia تقل الأفينيتي. يصير shift to the right. أكو عندي مادة هاي ما ذكرتها اللي هي اسمها 2,3-DPG. واضح الصوت؟ اي واضح واضح اكو عندي ماده اسمها هاي شو اسمها اسمها 2,3-DPG اللي هي اختصار للداي فوسفو جليسيريد هذه الماده تكونها الار بي سي حالات معينه طبعا زين يقول هذه الماده ايش بيها هم ترتبط ويا الهيموغلوبين يعني نفس الاتش ايون هذه الماده اللي هي 2,3-DPG من تزداد ايش بيها هم ترتبط مع الهيموغلوبين بمكان ثاني طبعا ترتبط مع الهيموغلوبين وشنو ايش بيها تقلل الافينيتي يعني حالها حال الاتش ايون هاي الماده شوف 2,3-DPG زين ذات شيفت تو ذا كيرف تو ذا رايت يعني من تقل الافينيتي يصير شيفت تو ذا رايت افينيتي اوف هيموغلوبين فور اوكسجين ديكريز زين وشنو معنى هذا من تقل الافينيتي شو يصير يقول جريتنج انلودنج شنو جريتر انلودنج اوف اوكسجين يعني فقدان الاكسجين شو يصير يكون اكبر في حاله نقصان الافينيتي بسهوله ينفقد steep portion of the sigmoidal curve واضح وهذا يقول يمثل يعني الستيب يعني يمثل الانحناء بالمخطط بعد ما صار له شفت لي رايت وقلت الافينيتي زين small changes in partial pressure of oxygen produce large differences in the saturation أو في مولد واضح في حالة نقصان الأفينيتي
small change يعني مجرد تغير قليل يقول بالبارش برشر مات الأكسجين شبيه يؤدي إلى تغيير كبير بالساتوريشن. وعرفنا السبب يعني ليش، ليش لأن الأفينيتي قليلة بسرعة ينفقد، يعني مجرد بس يقل شوي البارش برشر ينفقد الأكسجين كمية كبيرة. واضح أن لود مور يعني الفقدان كثير. زين هسه وصلنا إلى آخر يعني هم إعادة تقريبا مقارنة سريعة اللي هو شنو، مقارنة بين the factors displace the curve to the right والفاكتور اللي سوي displace المن to the left، يعني العوامل اللي زايد اللي تقلل الأفينيتي والعوامل اللي زايد الأفينيتي. أولا العوامل، شوف اللي زايد العوامل اللي تقلل الأفينيتي يعني سوي shift to the right. أولا increased H concentration with pH decreasing، يعني عندما تقل ال pH ويزداد ال H ion from concentration from يقول from 7.4 يعني من تقل من هذه القيمة من هذه القيمة. المهم يعني عندما يصير acidosis. ثانيا شنو increased CO2، عرفنا ليش من يزداد CO2 يقلل ال affinity. وثالثا increased 2-3 DPG واضح DPG alpha is 2-3 diphosphoglycerate، هذا الاختصار مالته زين، compound normally present in blood. واضح هذه المادة قلنا موجودة في البلايد بس تزيد بحالات معينة ومن تزداد تقلل الأفينيتي. زين أربعة increase the blood temperature، من تزداد درجة حرارة الدم ويصير عندي hyperthermia راح تقلل الأفينيتي ويصير shift to the right. شوف نفس العوامل راح تنعكس بحالة shift to the left، يعني في حالة زيادة الأفينيتي. أولا decrease in H يعني شنو، يعني زيادة ال pH. ثانيا decrease 2-3 DPG يقل 2-3 DPG واضح يقل 2-3 DPG. زين ثالثا decrease CO2، شوف من يقل CO2 هنا نفس الحالة، من يقل CO2 في حالة نقصان CO2 قلنا شوف إذا صار CO2 شو راح يصير، قلنا CO2 إذا هو يرتبط الهيموغلوبين شو يسوي، يقل الأفينيتي واضح. زين هسه إذا الأكسجين CO2 قليل، أكو حالات يصير فيها CO2 قليل واضح، يعني ارتباطه بالهيموغلوبين قليل مال سي او 2 اللي مرتبط بالهيموغلوبين قليل، فالافينيتي شبيه ايضا تزداد. اربعه the presence of large amount of HBF، شنو يقصد بهذا، يقول اذا اكو هيموغلوبين اف فيتس، يعني الهيموغلوبين في اف، الهيموغلوبين اف له خاصيه، شنو خاصيته، انه الافينيتي مالته للاكسجين عاليه جدا، هذا نورمال هيموغلوبين اف اللي موجود بالفيتاس. واضح هيموغلوبين اف اللي موجود بالفيتاس الافينيتي مالته شبيه تكون عاليه للاكسجين جدا. بالتالي اذا اكو شخص عندي معين وعنده نسبه الهيموغلوبين اف عاليه شنو يعني، يعني الافينيتي للاكسجين مالته شبيه تكون عاليه. واضح. واخر نقطه اللي هي decreased blood temperature، يعني حاله شنو، حاله الهايبوثيرميا، في حالة الهايبوثيرميا راح شنو الافينيتي تكون عالية وفقدان الأكسجين يكون صعب ويصير shift to the left. إذن هذه مقارنة بين العوامل. أيضا ممكن يجي short essay اللي هو شنو العوامل اللي تزيد الافينيتي وشنو العوامل اللي تقلل الافينيتي، أو سؤال آخر شنو العوامل اللي تسوي shift to the right وشنو العوامل اللي تسوي shift to the left. And thank you. الحمد لله إن شاء الله خلصت بعد ماكش. الحمد لله شكرا. شكرا حبيبي، عاش سيدك والله على كل الكلمه قلتها.